مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه نجاح. وحشتوني جدا طبعا من الاسبوع اللي فات، والنهارده محضرين لكم مفاجاه. محضرين لكم حكايه نجاح او ثلاث حكايات نجاح في حكايه واحده لثلاث شباب. مش عايزه اقول عليهم ان هم صغيرين، بس هم صغيرين جدا. هم لسه المفروض في السن ده يكونوا بياخدوا المصروف من بابا، وكل مهمتهم في الحياه ان هم ينجحوا في الكليه وبس كده. الشباب دول طلعوا بره الفكره دي وقرروا ان هم مش بس ما ياخدوش مصروف وان هم يبقى لهم بيزنس خاص، هم عملوا حاجه مختلفه. عملوا حب من ناس، وعملوا اطفال بتحبهم، وبقى ليهم اكاديميه مش مباني بس، اكاديميه من البشر ماشيه وراهم. انا فرحانه ان هم معايا النهارده، كل تيم البرنامج فرحانين وفخورين بيهم. مش عايزه احكي كتير برضو، عايزاهم هم يتكلموا عن نفسهم اكتر. خلوني بقى ارحب بالضيوف الغاليين عليا. كابتن علي هيثم، ازيك يا كابتن؟ عامله ايه؟ عامل ايه؟ سوري معلش ابتديناها ضحك اهو. كابتن عبد الله مهران وكابتن مهند محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخباركم؟ الحمد لله. اللي انتوا عاملينه ده كرم من ربنا. عايزه بس اقول لكم ان اول ما اعلنا ان هم موجودين معانا في الحلقه، احنا جالنا مسجات من امهات عايزين يدخلوا يعملوا مداخلات عشان يشكروا الكباتن. طب هما بادئين بقالهم قد ايه يعني مع اولادكم، ولا الاكاديميه دي بقالها قد ايه؟ واكتشفنا ان هي بقالها قد ايه، يعني داخله في شهرين كده اهو. داخله في شهرين، انتوا متخيلين الرقم؟ داخله في شهرين وواقفين طبعا بسبب الكورونا. كنا بالظبط اول ما الكورونا جت وقفت كل حاجه طبعا، وقفت البلد كلها. وهنرجع قريب باذن الله. باذن الله. طب معلش، يعني انا كأم ايه اللي يخليني احب مدرب السباحه بتاع ابني لدرجه ان انا ابقى بس بتحايل على برنامج ان انا ادخل اقول له شكرا؟ ايه اللي يوصلني لكده؟ بصي، هو في الاول وفي الاخر بتبقى في معظم المجالات تمام، او يعني بالاخص السباحه، بيبقى الشغال بيبقى جاي اخد ان هي استثمار ليه، اللي هي كبزنس، مش بيعملها بحب، مش بيطلعها بكل حب، اللي هو يشتغل بحب وبضمير، اللي هو يطلع ينتج احسن حاجه عنده. حقيقي صح. يعني مثلا سي مثلا احنا لو جالنا وليت امر ومعاها الطفل بتاعها تمام، بنمرنه وبيستمر معانا لمده شهر مثلا، بنشتغل معاه تمام، لقينا ان هو مستواه مش بيزيد، واللي حواليه المتدربين اللي حواليه مستواهم بيزيد وكل حاجه وتمام، فالعيب كده مش مننا، فبنقول له خد فلوسك ومع السلامه، اتفضل في مدرب تاني هيساعدك اكتر تمام، مع ان انا كده مش غلطان، انا عملت كل حاجه معاك بس انت مش عايز تستوعب. دي امانه بالظبط. فبنديله فلوسه وخد اتفضل، احنا ما بتفرقش معانا اي حاجه من الحاجات ديت. يعني لسه كنت بقول لهم قبل الهواء، يا رب حماسكم ده ما يقلش، ويا رب بعد كام سنه لما اسمكم يبقى اعلى واعلى، يعني ممكن تبطلوا ان انتوا يبقى عندكم طوله بال وصبر مع الاطفال. اتمنى ان ده ما يحصلش. بالظبط، لان في الاول وفي الاخر بنقول يعني ان المدرب ضمير طبعا. طبعا تمام، اهم حاجه الضمير، واللاعب برده عنده رساله ان هو يكون امين وعنده امانه. فلو الضمير ضاع، لو الضمير بتاع المدرب ضاع، اكيد الامانه راحت. صح. بس طيب كنت عايزه بقى اسالكم على طول كده على طول. اتفضل. انا من سن كام اجيب ابني يبدا يتدرب معاكم؟ حضرتك احنا عندنا بنبدا من سن الرضع، اللي هو 5 6 شهور عادي بننزل. ايوه، العيال دول بيروحوا نازلين في الميه لا مش بننزلوا، نسيبوهم وجع قلب يعني. دول قبل ما ينزلوا طبعا بيبقى لهم احتياطاتهم، وولية الامر بتبقى مجهزه لهم الفوطه بتاعتهم والحفاضه بتاعتهم عشان ما يجيلهمش برد او اي مشكله. احنا بننزل الميه قبل ما الطفل ده ما بينزل، يعني ما ينفعش ننزل الطفل واحنا ننزل بعديه. احنا بننزل الميه، بعد كده ولية الامر تقلعوا الهدوم وتحطوهم تدوهولنا في ايدينا على طول يعني في الميه. تمام. نبدا بقى نتعامل معاه بهدوء، عوضه على الميه. هو كده مش هيبقى مستوعب لانه هو لسه مش فاهم اي حاجه. احنا بنبدا نمسكه نحركه احنا رجليه بايدينا. انت بتعمل له المهاره بالراحه كده يعني، حاجه بسيطه. هو بعد كده مع الوقت هتلاقيه بيحرك يعني رجليه طبيعي لوحده. هو خلاص، هو مش هو بيعمل، بس هو اتعود خلاص. ده بيبقى اسهل لك من الطفل اللي عنده مثلا 5 6 طبعًا سنين طبعا، لان ده اول ما هيكبر في السن ده هيبقى كسر حاجز خوف كبير جدا. خلاص، الميه بقت صاحبته. ما بالظبط، هو هيطلع ما فيش اي مشكله معاه ومع الميه، فده هيبقى هيستوعب معانا اكتر. بيرفكت اكتر. والمستوى بتاعه هيتطور كمان اكتر بكتير. معنا. عظمه بيفرق صح، والليونه والحاجات دي. طبعا اكيد. حلو جدا. من الحاجات المهمه عندكم في الاكاديميه ذوي القدرات الخاصه والتوحد وفرط الحركه. واكتشفت ان فرط الحركه والتوحد مش حاجه واحده، وانه في ناس اصعب من ناس انا كنت فاكراهم اسهل. احكي لي بقى. بس هو الفكره اصلا بين الفرط الحركه والتوحد مثلا، او المهارات اللي هي الفائقه، بنسميها مهارات فائقه،
ان بتاع الفرط الحركه ده ممكن مثلا تحطيه وسط مجموعه وتشتغلي معاه كويس جدا، بس هو بيبقى عينه دي قوي فرط الحركه، بيبقى عينه دي بيبقى عينه دي بطريقه يعني غبيه. بالظبط بيزق بسرعه. لازم طبعا يعني مهما حاولتي معاه مثلا حتى لو حبيبتي فيكي او كده هيفضل برضه هو زهقان، هو عينه دي فاهمين ازاي. غير التوحد مثلا او المهارات مثلا الفائقه اللي احنا بنقول عليه، لما بيحبك خلاص بيحبك بيسمع كلامك. مجهودك معاه بره الميه قبل ما تنزل بره الميه وقبل الميه. على فكره اي شخص او اي لاعب بيجي لنا لازم المجهود بره الميه ده شيء اساسي بس اصلا. بس دول سبيشال قوي، انت لازم تحببه فيك قبل ما تنزل الميه. ما هو ده اصلا ما ينفعش نص المجهود. ما ينفعش ينزل مثلا وسط مجموعه بتاع، لازم ده برايفت، ما ينفعش ينزل وسط مجموعه خالص. لا خالص، ولا بعد شويه من التمرين. لا هو بصي انا كمدرب انا ممكن اخده احطه وسط مجموعه بس اشتغل معاه هو لوحده فهماني، بس بحس ان انا ايه هو ما يزهقش يعني، هو لما يلاقي نفسه لوحده فهماني ما يلاقيش في حاجه جديده حد جنبه بيتحرك بتاع هو عايزها. بس انتوا بتتعاملوا مع التوحد ومع اللي عندهم فرط حركه وذوي القدرات، اعتقد بيبقى عندهم مشكله جسديه اكتر يعني. دول مشكلتهم نفسيه او في الحركه او كده، لكن دول في العظم نفسه او في التركيب. بالظبط. والتوحد كان بيبقى ماسك نفسه اكتر يعني. انت واحده ماسك نفسه، بيبقى ماسك جسمه اللي هو ايه مش خلاص، هو خايف يعني، هو خايف من الميه طبيعي جدا. فبتضطري بقى دي حاجه بتاعتنا يعني. بقى ايه مشكلته كلها ان هو يطمن لك وبعد كده خلاص. بالظبط. فانت بقى نبدا واحده واحده اللي هو نتحرك معاه في الميه، اشتغل معاه بياخد مجهود كبير جدا بس يعني بيبقى كويس، بيدي نتيجه كويسه. بيدي نتيجه كويسه. تمام. كنت قلت لي برده مثلا عندهم قدرات خاصه، عندهم مشكله في الحس، في ان هو مش بيحس كويس، فانت عندك ازمه ان انت تخليه يفهم ان في ميه اصلا. ما هي بصي هو بدايه في الحوار ده يعني هو عشان ينزل الميه لازم يبقى حبيبها فاهماني ازاي. فبيبقى في حاجه برده ثانيه اللي هو لازم نتعامل معاه من عن طريق برده الدكتور، لازم نفهمه مثلا هو فاهم ايه الاشارات اللي بنعملها له ايه في الميه فاهماني ازاي. فبنضطر بقى نتواصل معاه من عن طريق ولي الامر، هو مثلا نقول له ايه مثلا زود لي لما تروح للدكتور، زود لي مثلا لما يجي يقفل بقه في الميه، زود لي مثلا اللي هو ايه حاولت ان هو مثلا معندوش اصلا استيعاب انه يقفل بقه في الميه، الحركات الاراديه بتاعتنا حتى لو نزلتيه في الميه هيفضل فاتح بقه، فاضل فاتح بقه. انتوا بتتواصلوا كمان مع الدكتور ومع الام، هي شبكه. طبعا ده مجهود على فكره. بالظبط. اوعوا تبطلوا تعملوا كده. قولي ايه اكتر رياضه بتسهل عمليه السباحه؟ يعني انا لو هاجي الاعب ابني الاعب ايه تاني مع السباحه؟ بصي احنا لو بدانا في الاول خالص السن الصغير خالص اللي هو من بدايه سنه او سنتين تمام في الحدود ديت، بيبتدي ان هو يتمرن جمباز الاول. ليه الجمباز؟ ليه اهم حاجه الجمباز؟ لان الجمباز بيساعد عن فرد الجسم كله، بيفرد مشط الرجل بالجسم بالرجل بكل حاجه تمام. احلى حاجه الجمباز، احلى حاجه الجمباز. لان والباليه برده، الباليه البنات برده ينفع تمام، بس الجمباز انا بفضله اكتر لان كل الحالات اللي جات لي اللي رجليهم بتبقى مظبوطه وبيتطوروا معايا بسرعه بيبقوا جمباز. بيلعبوا دول الجمباز او الباليه. الجمباز بس الجمباز اكتر بيبقى شعبيه اكتر يعني، اخد شعبيه اكتر. الباليه مش معظم الناس بيمرنوه تمام. ليه الجمباز بقى؟ لان احنا عندنا في السباحه اي لعبه اي يعني اي مهاره بنعملها تمام بتعتمد على الرجل. الرجل لازم تكون مفروده 100%، مشط الرجل، مشط الرجل تمام. تمام جدا، مشط الرجل لازم يكون مفروض. فمعظم معانا الصور كمان اهي على الشاشه. ايوه. لا انتوا كان لازم تسمعوا الامهات، ما ينفعش كنتوا تشوفوا صور بس. المره الجايه لازم هيعملوا مداخلات وهم يحكوا عنكم، والمره الجايه بقى انا هيكون ابني معاكم واختم بقى باذن الله. ربنا يستر باذن الله. تمام. قلت لي ده اكتر حاجه كويسه اللي هو الجمباز. لان الجمباز بيفرد مشط الرجل، ومشط الرجل مهم جدا بالنسبه للسباحه، وبيقطع حاجات كتير اشواط كتير قوي لينا يعني، بيسهل علينا حاجات ياما، بيسهل حاجات بالهبل تمام. طيب هو في نظام اكل معين مثلا ولا فيتامينات ولا بيبقى ايه النظام مع الطفل؟ طبعا كل طفل على حسب جسمه يعني، مثلا واحد جسمه تخين شويه بنديله نظام اكل يمشي عليه اللي هو يخفف من جسمه عشان ادويه يبقى في الميه احسن. طفل مثلا جسمه ضعيف محتاج كالسيوم اكتر، بروتين اكتر، فبنزود في نظام الاكل كميه بروتينات. هما التخان سهل يعوم؟ مش مشكله. يعني انا ممكن اجيب لك ابني تخين انت تخسسه لي بطريقه السباحه ولا لا؟ انت هتقول لي روحي خسسيه الاول بعدين هتجيبه. لا هناخده هنمشيه على نظام اكل كويس جدا عشان يخس بيه، وغير طبعا الفتنس اللي بنمرنوه قبل السباحه لازم. ده مهم. طبعا لازم فيتنس اهم حاجه، عشان كمان الجسم ينزل سخن في السباحه ما تنزلش يحصل اي اصابات، وطبعا بيحرق من سعرات الحراريه بتاعه الجسم، فالجسم بيبدا ينزل مع تمرين السباحه. السباحه من اكتر الرياضات اللي بتحرق سعرات حراريه في الجسم.
فده فكل ده بيساعده انه يخس، فالتخن مش مشكله بالنسبه لنا. تمام. كنت عايز في نقطه بس عايز ادافع على كابتن مهران برضو، ان احنا ان شاء الله بعد قعدنا مع بعض من قبل من ساعه ما كورونا جت وكده، قعدنا مع بعض اللي احنا في نظام هنعمله ان هيبقى في تمرينه في الاسبوع، يعني غير التمرينتين اللي هي في الاسبوع بتاعت السباحه، في تمرين هتبقى في الاسبوع مخصصه للفتنس بس، عشان اللي جسمه مليان شويه يخس. انتوا شايفين ان الجيل اللي طالع مليان، يعني معظمهم القعده بقى والكلام ده والاكل الغلط والحاجات دي، بنحاول ننظم الكلام ده كله يعني. وطبعا بنحاول برضو معاهم، يعني هدفنا تربوي اكتر من تعليمي برضو كمان. انا عايزه بس اقول ان انتوا خريجين او لسه متخرجين كليه التربيه الرياضيه، فده نافعكم ونافعهم، هم بيتكلموا بيقولوا لي معلومات وبيقولوا لي حاجات، لان هم اوريدي دارسين تربيه فعارفين يتعاملوا مع الولاد بشكل كويس. يعني والله انتوا شاطرين. مش عايزه اقول هم في سنه كام عشان ما نقولش الحوار ده، قولي خلاص بقى قولي. طيب في برضو السباحه العلاجيه، او الناس الكبيره ممكن تيجي تتدرب سباحه، ده بيحصل ان تقابلوا ناس كبيره بتتدرب؟ طبعا يعني احنا مثلا انا كان نازل معايا واحد تقريبا كان عنده 30 سنه في الحدود دي، مش فاكر 30 او 31 يعني، هو كان نازل معايا من سنه تقريبا، السيزون اللي فات كان نازل، كان خايف الميه جدا بطريقه يعني بشعه، عنده فوبيا بشعه. فبدات واحده طبعا في الضحل، في الميه اللي هي الحته اللي فيها الضحل، واحده اعوده على الميه، احببه فيها، امشيه. هي اهم حاجه برضو انه يحب الميه في الاول في الاخر، كبير او صغير، كبير او صغير اهم حاجه يحب الميه. انت لسن كام ممكن تدرب يعني خيرنا سنك؟ لغايه 40 سنه يعني. ممكن واحد عنده 40 سنه يجي يتعلم العوم من اوله خالص كده، ومش هيبقى في مشكله يعني. ممكن مثلا هيبقى استيعابه هيبقى يعني اقرب من الطفل، واعي اكتر. بالظبط. تمام. يعني في برضو خلي بالك برضو يعني في اللي هو حضرتك احنا بنقول ان هو لحد 40 سنه تمام، لكن لو بصيتي بره بقى هتلاقي في سباحات بطولات بتتعمل ل 70 و 75 سنه. بس دول لسه متعلمين ولا اوريدي هم لا اوريدي فيها وشغالين فيها وبيطلعوا بطولات وبيحققوا انجازات. يعني لو دخلت واتفرجت على الفيديوهات اللي هم اللي بره هتلاقي عندهم 70 و75 و80 سنه كمان بيتمرنوا. احنا ما عندناش مفيش، احنا في مصر كده بعد الكورونا يعني الحكايه بايظه. طيب دلوقتي في الكورونا ان شاء الله خلاص الاماكن قربت تتفتح وكل حاجه، بس انا كماما برضو قلقانه. في حاجات او احتياطيات طبعًا جديده انتوا خدتوها ولا الموضوع مش لا لا مش طبعا فارق؟ بس اهم حاجه طبعا اللي هو الالتزامات اللي احنا بنعملها اللي هي الكمامه والجلافز والحاجات ده، واحنا بره دي اكيد، دي احنا بره تمام. هنيجي يجي الولي الامر يكون معاه الفوطه الشخصيه المنشفه والكروكس بتاع ابنه والنضاره، اهم حاجه النضاره عشان الكلور لما يجي يحط عينه في الميه ولا حاجه عينه ما تحرقهوش. تمام. والبنيه طبعا عشان شعره ما يتقصفش. صح، شعر يعني شعركم زي الفل. ناس في ناس بتيجي بشعرهم بيمكن يبوظوا الميه اصلا فاهم، فيضر اللي جنبه يضر اللي حواليه، غير كده هيضر نفسه ان هو شعره هيتاثر. تمام. جوه الميه بقى انا من ضمن لما يجي نحطه احنا جوه الميه، احنا مثلا نقول سي مثلا في الحاره كان قبل الكورونا كان في 8 مثلا في الحاره سي مثلا تمام، بعد الكورونا ممكن نحط 5 وبعيد مسافات بتاعنا هيبقى مسافات بعيده عن بعض. وبنأكد طبعا على الحمام السباحه اللي احنا رايحين معاه المايه لازم تكون نظيفه، لو المايه مش نظيفه مش هننزل احنا. لو شايفين بره كده من بره المايه مش كويسه لا خلاص. اخر حاجه تشكروا مين؟ بص كده للكاميرا وقول له اشكر فلان وفلان، انتوا السبب في كل حاجه. اتفضل كابتن عجيب. بص في بدايه انا يعني كان في طبعا بعد اهلي وربنا سبحانه وتعالى في كابتن محمد حسني دوت يعتبر هو اللي مشجعني في حياتي العمليه على طول. بالنسبه لمجال السباحه والتخصص كان في كابتن محمد محمود هو اللي دايما كان بيشجعنا على كل حاجه، يعني هو دايما كان بيشجعنا. ان انت طلعت يعني يعني كل كده اصلا بالظبط. هم بصي هم يعني يعتبر كابتن محمد حسني دوت هو يعتبر اللي مربيني اصلا. نوجه له بجد تحيه. تمام. يعني اشكره على كل هو عمله معايا. انا طبعا بعد ربنا برضه واهلي كابتن محمد محمود برضه، لانه ده اللي بدات معاه في مجال السباحه يعني،
وقف جنبي، ويعني كنت بادئ برضو مش خبره زي دلوقتي اكيد، وقف جنبي وشجعني ومستواي فضل يتطور، ويعني ده حاجه هشوف ده شرف قوس يعني. احنا بنوجه له تحيه تاني طبعا، غير طبعا كابتن مهند وكابتن علي في حد تاني برضه هتشكره؟ اه طبعا كابتن محمد علي وكابتن يوسف القاسم. محمد علي دي حاجه ثانيه، احنا معانا مشكله مع كابتن دول يعني بالنسبه لي يعني حاجه كبيره. والله احنا بنشكر اهاليكم وبنشكر كل الناس اللي وقفت جنبكم عشان تطلع لنا شباب زي دول، وان شاء الله انتوا تبقوا بدايه لاجيال تانية شبهكم تطلع. نورتوني، مش هقول لكم تتمنوا ايه، انا هتمنى لكم، اتمنى لكم ان المره الجايه ما تبقوش اكاديميه واحده في اسكندريه، انتوا تبقوا اكاديميه ليها فروع في كل محافظات مصر عشان انتوا بجد تستاهلوا. نورتوني، براند مصري رائع كله منتجات طبيعية، ومع صاحبة البراند اللي شرفتنا قبل كده من كام حلقة، ولأن بجد هي منتجاتها حلوة جدا جدا جدا، احنا جايبينها تاني عشان نستغلها وعشان تقعد تحكي لنا وتدينا شوية نصايح. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. نسرين عبد الشافي، خبير التجميل وصاحبة براند كارما. ايوه طبعا، انا عاجبني الاسم بتاع كارما وانت عارفة الحكاية دي. ايوه انت قلتيلي. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. طيب قولي لي، احنا النهاردة ده مش المنتجات كلها، ده جزء صغير جدا 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 من المنتجات. بالظبط. احنا منتجات البراند قد ايه؟ كام منتج تقريبا مثلا؟ احنا بنتكلم في 90 او 95 منتج يعني. 95 منتج؟ شعر وبشرة. شعر وبشرة وجسم، حاجات وحاجات سلامنج، تخسيس، في حاجات كتير قوي. انت حبيبتي تلاقيش الحلقة الجاية. الجاية انا وماما بعض. تخسيس تمام. لا هتلاقيش. طب حلو جدا، كلها حاجات طبيعية؟ كلها حاجات طبيعية. انت اللي عاملاها على ايدك؟ انا برضو معايا اتنين مساعدين كيميائيين، طبعا بنرجع لهم في اي تركيبات جديدة او في اي حاجة. بس الاول طبعا هم ما كانوش معانا في بداية المشروع، بس فيما بعد ما جينا نطور اكتر بالظبط، فبدا يبقى معانا كمان كيميائيين، هم كمان بيراجعوا معانا التركيبات وظروفها ايه وتغييراتها مع الجو ايه. حلو جدا، ومناسبه لبشره ايه ومش مناسبه بالظبط كده إيه. لا حلو قوي ان انت معاكي ناس متخصصه. الحمد لله. يعني انا مثلا لو عندي اي مشكله في شعري او بشرتي فانا ممكن اكلمك تعملي لي حاجه مخصوص او حاجه سبيشال ليا. يعني بصي، احنا عاملين للشعر مثلا، احنا حوالي للشعر اكتر من 13 منتج او 14 منتج. عدد كبير، فاحنا بنغطي كل انواع الشعر ايا كان هو فيه ايه. بالظبط كده. فهم الناس لما بتبدا تتعامل معانا، بتبدا تتعامل معانا مثلا فيسبوك او انستغرام او تليفون، في ناس مدربه احنا بنديهم كورس يتعاملوا ازاي ويعرفوا نوع الشعر ايه ويبعتوا الحاجه المناسبه لكل حد. يعني انا مش بتصل اقول لك عايزه مجموعه كذا؟ لا ما ينفعش، لازم تقولي المشكله 1 2 3، عملنا بروتين، عملنا كرياتين، عملنا صبغه، بنحدد التلف في الشعر اللي هيوصل لحد فين. بالظبط كده. طب حلو جدا، احنا بس نتكلم عن شويه حاجات من المنتجات اللي معانا. مختلفه عن حاجات الشعر شويه. نبتدي بايه؟ التنت. مش البنات كلها بتحبه؟ ايوه البنات كلها بتحب التنت فعلا. خد بس واحده. اوكي اوكي، ده لون واحد، هما تلات الوان صح؟ تمام. انت كده معاكي اللون البينك. ده البينك. ده البينك. الفرشه دي، الفرشه دي علشان الناس الاول كنا بنحط العلبه بس، بعد كده الناس قالت لنا لا بيبقع في ايدينا وبيسيب علامه وكده. بالظبط. دي المعاناه بتاعت كل البنات. فبدانا ان احنا نحط معاه فرشه علشان الناس تستخدم بالفرشه من غير ما تبهدل نفسها، من غير اي حاجه خالص. بالظبط. طب ده في فازلين خالص؟ عشان انا من الناس مثلا بيطلع لي حبوب جدا من الفازلين. هو الفازلين اصلا مش صح يعني. السبب الفازلين ده حاجه كده بتروكيماويات، فدي لما بننزل بيها في الشمس بتصمر، يعني ما ينفعش استخدمها على شفايفي وانزل بيها في الشمس. طبعا بتصمر البشره. ده غلط. ده غلط. واي حتى لو حاجه فيها على المادة جسمي دي فده غلط. بالظبط، حتى لو حطيت على جسمي فازلين ما ينفعش انزل بيه في الشمس. بس عايزه اوريك اللون. دي احنا بنحددها على حسب ما احنا عايزين نتقل او نخفف، على حسب الدرجه اللي احنا عايزين نوصل لها بالظبط. هو ريحته حلوه قوي. ده دم غزال؟ لا ما بنستخدمش دم غزال، انا بستخدم كل المكونات اللي عندي، دي عباره عن حاجات طعام، يعني حتى لو دخلتي لبنتك بنتك الصغيره حطيت لها منه من التنت دوت عشان يعني تنبسط يعني وكده، البنات الصغيرين بيحبوا الحاجات دي قوي. ايوه ده بقى طالع دلوقتي ميك اب للاطفال ده. مالكم يا جماعه؟ وهو الوان خفيفه يعني، الدرجات بتاعتنا درجات خفيفه يعني. يا رب بس تكون باينه في الكاميرا. احنا ممكن نجرب الاحمر برضو، هيبقى باين. افتح شويه. انت عامله لون غريب. موف. اول مره يعني في حياتي اشوفه. عشان بحبه موف. قوي. حلو جدا. انا بحبه يعني قوي. دي جديده قوي ان حد يبقى عامل موف، دايما بيبقى اورنج واحمر ومش عارفه ايه. والبينك. الاحمر ده تقيل شويه برضو، بنخففه وبنزوده على حسب ما احنا عايزين. ده حلو جدا، انا ممكن احطه اصلا في مناسبه. هو لو انت حطيتيه تقيل بيبان ان هو روج. روج عادي جدا. نفس اللون تقريبا اللي انا حطاه تقريبا اساسا. انت لو تقلتيه شويه هتلاقيه نفس الدرجه. ريحته حلوه جدا طبعا. الروائح مهمه قوي على فكره، مش بيطلع. ما هو بعد ما ده خلاص نشف. فخلاص مش بيطلع. هو معمول من زبده شيا
اول ما بتمتصها الشفايف بتغذي الشفايف بتثبت بقى اللون وبتغذيها يثبت. وبتغذيها كمان. وبتخلي الروج باين يعني لما تيجي تحطيها تحس ان شفايفك طريه مش ناشفه فبيخليها شكلها حلو. حلو جدا. ده الموف ده الموف ده العجيب ده اللي بالنسبه لي اختراع. تمام جدا. ده بالنسبه للتنت. ده التنت. احنا معانا اختراع جديد كده شويه. لا انا معايا شويه اختراعات اهمهم مزيل العرق اللي بيزيل العرق وبيعمل حاجات تانية. بيعمل حاجات تانية كتير. كتير قوي. بيعمل العرق. بيعمل تفتيح. دي حاجة معمولة قبل كده مش من عندي من عند ناس تانية برضو ناتشرال برودكت. لكن احنا الجديد معانا ان هو بيقلل طروع الشعر. هنوريكم الموف يا جماعة. فظيع. زوديه بقى عشان يبان شوية. يعني فظيع 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 يعني. هي كلها درجات ناتشرال قوي لان التنت هو اصلا المفروض ان هو يبان شكل حاجه natural. طبيعيه مش اللي احنا بنشوفه في الشارع. هو مش روج مش ميك اب. لا هو حاجه ناتشرال بتفيد. انت مش حابه ان انت تستخدمي المساحيق بتاعه التجميل فبتستخدمي حاجه ناتشرال بتفيدك وفي نفس الوقت تجمل شكلك. فهي اوريدي بتغذي شفايفي وخدودي وبتدي الدرجه بتدي الشكل اللي انا عايزاه بالظبط. تمام. احنا قلنا ده مزيل العرق صح. في عندنا منه 3 روايح سوري 4 روايح. في عندنا مسك وفي عود وفي ياسمين وفي توت. حلو قوي. ده بيعمل ايه؟ ده معمول بزيت الصعد. زيت الصعد احنا عارفين كلنا ان هو بيقلل ظهور الشعر. الشعر. اي نوع ديودرنت او مزيل ريحه العرق يعني بيبقى ناتشرال بيبقى مستخدم فيه نوع زيت. فاحنا بدلنا اي نوع زيت. احنا كان ممكن نستخدم حاجه تانية مفيده مثلا للبشره وكده لكن احنا عاملينه حاجه مفيده للبشره زبده الشيا حاطينها برده فيه وفي نفس الوقت حاطين زيت الصعد حاجه تقلل ظهور الشعر. بعد قد ايه ليه افكت بقى تقليل ظهور الشعر؟ خلال شهر. احنا بنستخدم الديودرنت ده طبعا في حياتنا كل يوم. في ناس مثلا بتستخدمه كل يومين في الشتاء لكن في الحر بنستخدمه كل يوم. في خلال شهر خلال 30 يوم بنلاقي الدرجه افتحت بتاعت تحت الاماكن الحساسه وكده بالظبط. وفي نفس الوقت بيقلل لي كمان طلوع الشعر بس طبعا مش فجاه ده وقت تدريجياً. كويس جدا على فكره. احنا بنعمل جلسات ليزر قد ايه اساسا؟ بالظبط. انت بتتكلمي في ايه يعني؟ حاجه طبيعيه جدا. وحاجه طبيعيه وده مناسب للاطفال يعني برده بقينا بنلاحظ ان الامهات تقول اصل بنتي 7 سنين و8 سنين وبقى في ريحه والحكايه مش عارفه استخدم لها ايه برده. فده تمام. ده امان. ده امن جدا للاطفال مفيش فيه مشكله. كل البرودكتس الموجوده عشان برده الناس دايما بتبعت لنا تسالنا السؤال ده كل برودكتس الموجوده عندنا بنستخدمها للاطفال من سن سنه من سن سنتين براحتك خالص مفيش مشكله. مش هقول الاسعار. تمام. هي اسعارنا مفاجاه والله. مش هقول الاسعار. هي عامه اسعارنا بتبقى كانك عملتي الحاجه في البيت ببروفيت صغير جدا بس اللي هو عشان النسبه تبقى مظبوطه وكده. النسبه تبقى مظبوطه. الاختراع ده سيرم الضوافر. سيرم الضوافر هو لونه ليه كده؟ ده مانكيريان. هو ده اويل لون زيت مكون من السيرم الضوافر. ده هو لونه كده يعني لون زيت جوه لونه احمر بالظبط. ده مش بيمنع الوضوء مثلا؟ لا خالص. طيب ده كنت قلتي لي قبل الهوا ان انا بحطه كده عادي جدا على الجلد. الجلد جنب الضوافر والضوافر نفسه. والضوافر بعد قد ايه برضو بلاقي الافكت منه؟ اول مره اول استخدام احنا بنحطه كده وبنسيبه شويه لحد ما يمتصه وريحته حلوه كده الضوافر والجلد وبعدها بنلاقي بعد اول استخدام اول يوم استخدمناه فيه بنلاقي ان الضوافر نفسه بدا ينعم. الناس اللي بتستخدم اسيتون كتير بتبقى الضوافر خشن فوق بعضها كمان بالظبط كده وبتبدا تشقق ويبقى فيها زي هيشان كده في الضوافر طبقات الضوافر نفسها. دي بتقللها من اليوم اول استخدام. ده بينعم. تمام. بتديها نعومه بتدي للضوافر نعومه وطبعا الجلد اللي حوالين الضوافر. تمام. بعد 3 ايام بنلاقي انه لو في تشققات بسيطه صغيره بتقل بتلاحظيها 3 ايام بالظبط. بعد اسبوع بنيجي نعمل كده في ضوافرنا نلاقيها لا قويه ماسكه نفسها مش ضعيفه خلاص وبنبدا نلاحظ الطول. طب ده حلو قوي. يعني انا بتكلم في اسبوع احنا كل المنتجات من اول استخدام تاني استخدام بالكتير بتلاقي فرق. طب ده حلو قوي. ده قلنا ده مزيل عرق. في مخمريه. في مخمريه ايه بقى عندنا اختراع برضو. عندنا 3 انواع من المخمريه. في عندنا دي حاجه كده بتدي لون خفيف قوي للجلد برونزي برونزاج كده. دي كل الحاجات اللي بتدي درجه عندي يعني مثلا دي معموله بالجولد البرونزاج الجولد اللي هو ده بسيط خالص الجليتر الجولد ده ودي زي المعايا سوري دي من السيلفر ودي من الجولد.
لا اللي معاكي ساده من غير دي من غير اي حاجه خالص. لو حد مش حابب لو حد مش حابب الجليتر هو الصح استخدمها ازاي؟ يعني بنلاقي الناس تقول لا حطه مش عارفه عند المعصم ملهاش وعند علاقة. ايه ملهاش علاقه اي حاجه في الحاجات سواء التجميليه بقى او سواء الحاجات الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها لجسمنا المفروض ان انت بعد الشاور على طول يعني بعد ما بنخرج من الشاور ولسه جسمي سخن مندي مندي ابدا استعمل سواء كريم سواء بقى انا بدهن صح أوه. مش بحط في حتت صغيره لا لا خالص بنحط عادي بتتني على جسمك كله حلو ده مش مشكله بنقدر نحطها على المناطق الحساسه لان هي ما فيهاش فازلين دي من غير فازلين برضو الماده الفازلين احنا قلنا انها بتسمر لما بنيجي نتعرض بعد كده للشمس او حتى لو ما تعرضتيش للشمس وانت جوه البيت ووقفتي قدام فرن حرارة. او وقفتي قدام ميكرويف او اي سوري فرن كهرباء او اي حاجه برضو بتعمل نفس المشكله هو طبيعه الفازلين كده حلو قوي دي من غير فازلين ده احنا معانا بقى اختراع تاني ايوه اللي انت شميتيهم دول عجبوكي ايوه دي وعامله ريحه برفان انا بحبه جدا هي احنا عندنا روايح شرقي وروايح غربي وفي روايح فواكه وفي روايح زهور يعني احنا بنحاول نرضي الاذواق كلها للبشره بيعمل ايه وللشعر بيعمل ايه بسرعه كده اوكي طيب بصي احنا ده بيبقى فيه اويل اي نوع بيبقى فيه اويل هنا ده موجود في اخر العلبه مفصول او مفصول لان احنا مش بنحط ماده كيميائيه للخلط بنربه كويس قوي كده وبعد كده بنستخدمه على الجلد دايركت تمام كده حته صغيره فردت كتير بالظبط رشه بالظبط الريحه ايوه كبخه بالظبط الاويل اللي فيها ده بيرطب الجلد جدا برضو مش بتقدري تخرجيه بيه عادي ما فيش اي مشكله مش بيعمل اي حساسيه مش بيعمل اي مشكله وبيدي ريحه في نفس الوقت وكمان بيرطب الجلد فدي برضو مهمه نفس الحكايه أوي. للشعر بيرطب لي الشعر الشعر احنا عندنا ده سبلاش الشعر برضو نفس الفكره برضو فيه اويل بس الاويل ده ارجان ابسط بكتير طبعا من بتاع الجسم عشان ما ينفعش يبقى شعرنا مزيد بنرجه وبنرشه على الشعر كله وبنسرحه بنقدر نستخدمه حتى قبل الاستشوار او بعد الاستشوار او قبل البيبليس او بعدها بس بنرش على الفرشه اللي بنستخدمها وبعد كده افضل احسن نحطه على شعر بالظبط كده لو احنا هنستخدم بيبليس او استشوار اخر حاجه خالص بسرعه جدا برضو معانا ماء ورد وميه ورد وميه نعناع وميه برتقال على حسب نوع البشره احنا ميه النعناع دي لتنقيه السموم بتاعه الوش كلها لو احنا عندنا روس سودا لو احنا في مثلا دايما بحس ان وشي بيل شويه ودايما بيسمر البيأكسد بالظبط فده انا بحط منه بقطنه كده بمسح بيها وشي كله صبح وليل بتضيع الموضوع ده تماما ميه الورد بنستخدمها لاي نوع بشره لان ده ورد طبيعي ده ورد طبيعي معمول معايا ميه مقطره ويعني حاجه ناتشرال جدا طبيعه الورد ان هو كمان بيتفتح ده كتونر اصلا احنا بنستخدمه كمان ميه البرتقال دي الناس بتاعه البشره المختلطه والبشره الدهنيه البشره المختلطه بنحطها على اماكن اللي بيطلع فيها الدهون الحتت اللي هي هنا وعند المناخير التي زون اللي هو حرف التي اوكي والناس اللي بيطلع لها حبوب عامه دي بتحطها برده عليها بتمتص الحبوب الدهون اللي موجوده في الحبوب حلو جدا منها. تمام طبعا احنا في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم عنها بس يعني كالعاده الوقت خلص المره الجايه ان شاء الله هيكون معانا جزء تاني من المنتجات احنا نتكلم في 5 منتجات اساسا واحنا في 95 منتج فده يعني حاجه قليله جدا منتجات حلوه جدا ريحتها حلوه كل حاجه فيها باينه ان هي طبيعيه ومعموله بحب والتقفيل بتاعها وكل حاجه نورتيني كالعاده ان شاء الله ما تكونش اخر مره باذن الله بسرعه برضو هنروح لفاصل نرجع لكم تاني بس قبل ما اختم عايزاكي تشكري في ناس انت كنت قايله لي عايزه اشكرهم بجد بشكل شخصي انا سريعا جدا عشان طبعا وقت البرنامج انا في البدايه فكره المشروع اللي ساندني فيها ودعمني فيها جدا جوزي متبهدل معانا جدا انا اللي بحيي كل حته والله انا اللي بحيي كل حته بصي سبورت ليا في كل حاجه في الدنيا ده اللي كان اساس المشروع اساسا يعني وطبعا مامتي وبابايا ودعمهم ليا البنات اللي شغالين على السوشيال ميديا ايمان ورنا وكل الناس المودريتور وبشكركم جدا وميرسي جدا لذوقك والله نورتيني وتحيه خاصه لبابا والماما ولجوزك عشان انا اللي شايفاه تعبان